اي شيء. يعني هذه المساله هذه لا الديرس هي اللي كتحاول ترسخها في العقول ديال المغاربه، باش ان كيقول عاش الملك راه يعني كيحطوا منه. فطاح لي في دماغي كنقول انا كيف يعقل ان انسان ملكي وتيقول ليس عياشي؟ والجواب جاء سبحان الله العظيم في اللايف ديال الامس ديال عزيز جنيد، ملي طلع داك الاخ اسد الاطلس ملي اللي في كان ذاك الاوديو اللي كان اللي مع معاكم مع ياسير، اللي كان هو اللي اكتشف القضيه ديال ام حسن وكان هو اللي وجده، وهو اللي عطانا ذاك التسريب، ذاك التسريب ديال ماشي التسريب ولا التسجيل ديال ذاك اللايف. يعني هما العباط، من العباط هذوك الناس، يعني ما يعني شي حاجه اكثر من العباط الكلاخ، انهم كيهضروا على شي واحد اللي كيطلعهم في المنصات ديالهم وكيقول لهم وكيتكلم معاهم في بريفي وتيقول لهم سبوا وعايروا وقولوا اللي بغيتوا، انا راه ما نقدش لحقاش انا عندي ولادي. وهذه يعني ما هنا كتبان ان النفاق النفاق والاسترزاق، يعني ملي كتكون شي كطيح من ذاك الانسان ملي كتشوفه مثلا انه هذوك على الاقل دوك الجوج حنا عارفين بانهم فيصاليين يعني باينين، ولكن المشكله هو الطابور الخامس بحال هذاك السيد اللي كيقول لك بانه وطني وهو يعني كيخدم اجندات ديال لا دي اس. وشكرا باش ما نطولش ونخلي الكلمه اوكي للاخوان. شكرا، انا اعطي الكلمه فاصل اشهاري يا صاحبي، فاصل اشهاري عزيز، ولكن غير فريمون فيت في اللحظه بغيت نعطي الكلمه. لا لا والله العظيم فاصل اشهاري خويا ياسر، ماشي حشوم عليك اصاحبي، الناس عطاوك تشري السيد صباط ميديكال لانهم داوي الاحتياجات الخاصه وديتي ليه فلوس اصاحبي، وانت محامي وحقوقي، ماشي عيب عليك اصاحبي. ثم طلعتو تاكلو الصباط نخدمو معاكم فابور حتى نتوما صافي، نتوما الاخرين راه داو فلوس كروسه، حنا دينا فلوس على الصباط، مش شو قال اللي داو فلوس الكروسه. والسيد كان مناضل معاك اصاحبي وساكن في كاريان، عيب عليك اخويا. ما تلومونيش غنبقاو نخدموا معاكم فابور حنايا، ما جاتش اسمعوا قلت المحامي الحقوق اللي تيدافع الحقوق، تشريو لبنادم صباط وتخليو المحامي غادي بلابس الصنداله، راه حتى يتكسب على المحامي عادي يوقف مع الناس. راه كاينين معانا هنا المحامين، عرفتي شحال المحامي دابا كاين معانا في هذا اللايف؟ ويلي 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 عزيز ما بغاش يخليني نشتري اخويا. لا غير ما بغيتش لا ماشي علاش، باسكو بغيت نطلع، راه كاين معنا بزاف ديال الناس هنا، كاين السي الفيزازي وكاين الناس اخوان اخرين، وطلعت هاد النعيم باسكو ما يقولكش عاوتاني راه حنا ما عطيناش الكلمه، نعطيه كلمه واحد ثلاثه دقائق غيجاوب السمو على الراي المغربي كوم سا نفضيو القضيه، باش ما يقولش راه ما عطيناش الكلمه. الراي نعيم، السلام عليكم. واش عنده مشكل؟ وعليكم السلام، كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش؟ تنسمعوك تنسمعوك تنسمعوك. كنحييكم كاملين، وهذا المشكل هذا اللي وقع راه غتخرميزه، نتمنوا نتجاوزوه وباش ما نوقعوش في، لانه الصباح انك درت واحد اللايف وجا واحد الكلب. لا بلاش، غير واحد الحاجه خويا نعيم، سمح لي، خاصك غير 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 كون معنا واقعي وكون ان بو الجرأه بان درتي شغلك هذاك المربار ديالك، انت طلعتي ديك الشاره ديما وطلعتي هذوك الناس، انت واش تقلب على المشاركه يقول انا من هذا المنبر، انا ماشي اتاك ولا شي حاجه، شغلك هذاك المنبر ديالك طلع اللي بغيتي فيه، حتى انا عندي منبر تطلع اللي بغيت فيه، ولكن قلنا باسكو حتى انت ولا تساؤلات، دابا انا طلعتك غير احتراما ليك، واخا ما تنعرفش بيرسونيل اول مرات اللي طلعتي ولا طلعتي في جمعيه كنت ما عقلتش، انا غير الاداب عطيتك باش توفر على الراي المغربي. بان هضرتي هذا الكلام وكنت حتى انا معك في المنبر ملي قلت لهم علاش ما نمدوش الراي المغربي، الراي المغربي المغربي عطى الكلمه اخرى بحال هذا. انا غادي اولا كنشكرك لانك عطيتيني حق الرد وما بلوكيتينيش. لا علاش غنبلوكيك؟ لا ماشي من انا ماشي لا. انا ماشي من شكرا كنشكرك كنشكرك لا انا كنشكرك على هاد على هاد المساله هذه، لانه كاين بعض الاخوه ما كيناقشوكش كيبلوكيوك على اي هو باش نوضح اللايف اللي درت انا، كنتكلم على اللايف ديالي انا غير ما انا اللايف ديالي هذا خويا. شوف نعطيك الكلمه خمسة دقائق ما تفوتيش، الله يرحمك والدين وما تداش. انا غادي نحاول نختصر، نحاول نختصر باش نشرح للاخوان انا علاش درت اللايف. اللايف اش كدير فيه؟ كدير فيه جوج ريوس ديال هذوك الاغبياء بجوجهم، ودير فيه لتحت السلاقيط، بمعنى الموضوع ديالي اللي كنت غادي نناقش فيه هو
وهاد الجوج هادو راهم ولاد الحرام، راه مكتوبه الصلاقيط. هذيك الصلاقيط حيدتها من بعد لانه وصلني واحد الميساج من عند تيك توك، دوك اضطريت باش نحيدها، ولكن بقات هذيك الخلفيه موجوده واللور ديالها فيها الرايه ديال الجزائر، ومكتوبه لتحت جوج ديال الشعارات ديال تبون مزور الى اخره، يعني خلفيه عندها واحد 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 الافكار اللي بغي يفهمها راه عندها ابعاد اخرى. هذه اولا. فانا الهدف ديالي ما كانش مناظرات هؤلاء ابدا، انا كان عندي بغيت نشرح للاخوه ديالي هاد الناس هادو راهم خاوانه، راه كاين كاين باش نفضحهم. فاذا بي جاوا الاخوان ومن بينهم الاخ الراي المغربي مثلا، جا القير جاوا الاخوان، انا كنحترمهم، كيكتبوا لي الاخوان لتحت بانه راه كاين فلان فلان، هما الاولين. فبداو كيسالوهم، انا راه ما سالتهمش، انا راه لا سمعتك اللايف، راه صوتي ما بقاش كيتسمع، انا ما سالتهمش ابدا. انا اللايف كديروا في واحد الاتجاه ولا غادي في اتجاه اخر. انا ما الوم على الاستاذ، على الاخ الراي المغربي، ولكن لا الوم الله يسامح، انا باش نتجاوز هذا الموضوع. انا غير جاني الاعتذار لانه قال انا طلعت في المنصه ديال النعيم واعتذر. انا الاعتذار كون غير يشرح علاش الاعتذار، واش حيت طلع في المنصه ديال النعيم او لا شي حاجه اخرى، يشرح لي يقول لي شنو الاعتذار. حيت كانوا عندك دوك جوج حمير داكشي علاش كيعتذر، طلع مع جوج حمير. لا لا خليه 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 هو يجي هذاك صالح الله يحفظك. ايوا غير كنقول له علاش معتذر، كيعتذر لانه طلع القواعد جوج حمير وهو ماشي حمار وغلط، راه رجع واعتذر الاخوان ديالو. لا 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 التساؤل هو واش طلع، واش اعتذر لانه طلع معايا ولا شي حاجه اخرى. لا تفضل. لا لا نعيم الله يجازيك بخير، هذه ماشي اول مره غتطلع معك، وانما فعلا المره الثانيه. انا ما اعتذرش لانه طلعت للمنصه ديال الاخ نعيم. المنصه ديال الاخ نعيم انا شفت فيها نقاشات وشفت فيها واحد المستوى، يعني ما عندي عليها حتى شي خلفيه، ولكن انا اعتذرت للاخوان المتابعين اللي كانوا يكتبوا لنا في التعليق انه خليتونا نسمعوا واحد الكلام اللي لمنا وضرنا وكاين اللي يخرج من داك اللايف. جميل راني فهمتك غلط. الكلام اللي سمعوه ماشي على من خطا، انا فهمتك خطا، انا فهمتك خطا، راني فهمتك على اساس انني غلط، راني طلعت مع فلان فهمتيني، وراه انت نويتي حاجه اخرى، لانك في الكلام ديالك في اللايف ديالك البارح مع الاخ ما قلتي انا راني اعتذرت، واخا راه ما درت حتى شي حاجه، ما فهمتش انا ضرتني في خاطر، قلت انا راه السيد هذا اعتذر لانه طلع معايا، ما يمكنش عندها معنى. انا ما عمرني انا كندير شي لايف باش نسب شي حد ولا هذا. اما الاخ كولايور ما قاله الان الله يسامح ليه حتى هو، لانه فيت في قال لك هذا راه من مع رمزي، انا رمزي عمري ما عرفته، انا رمزي طلع معايا نيت والبارح راه في هذاك اللايف طلع معايا 5 دقائق، ما عمري عرفته كاع شكون هو هذاك السيد، ولا عمري طلعت معاه ولا تناقش معاه. وشكرا. وقدم واحد المساله اخرى، الصباح قدمت الاعتذار ديالي للناس اللي جرحوا في المشاعر ديالهم، قدمت لي اعتذار لانه كان الهدف ديالي في واحد الاتجاه، ولا اللايف ديالي غادي لاتجاه اخر، ما فهمت زفته بكل صراحه. المهم انا عطيتك شكرا لك الاخ نعيم. واحد السؤال تكتبوه للناس قبيله من الكومونتير، واش بصح تسب سيدنا عندك في اللايف ديالك؟ شوف اللايف ديالي انا ما سمعتش، انا سمعت شي مسائل على السلاطين والاخري، وكنت كل مره كنحبس هذاك الكلام، لانه هذاك ملي بغى يطلع قلت ليه عندي كونديسيون، ما نبغيش السب هذاك البغل، وهذاك خينا قال لي انا ما غنسبش، ولكن لا سبني شي حد غير رد عليه باش نكون هذا واللي كاين. اما انا حاولت كل مره ونزلت ثلاثه المرات باش نشرح لكم، نزلت ثلاثه المرات والاخوه اللي طلعوا كلهم سبوه حتى هما باش نكونوا صراحه. خويا نعيم انا نقول لك حاجه، بلاتي واحد الدقيقه نقول له اخ نعيم ما تعاودش بحال هذا الغلط هذا، لانه غادي تطلعوا مره اخرى غادي يعاود يسب الملك. حاول تجاوزوا هذا، ما دير عندكم ما ديروا بهذوك وساخ ومعروفين وما عمرهم ما غيرجعوا، ما غاديش يتراجعوا على المبادئ ديالهم. تطلع واحد كيكون في جمهوريه الريف كيقول لك ماشي مغربي، ياك جمهوريه الريف وانتم عياشه وعبيد
وما تسوى ولاد الحاج الثابت. واش واحد يقول ولد الحاج الثابت اش غتناقش معاه انت؟ لا 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 راه هنايا فين بغيت نشرحها اخي. انا راه ما درتش اللايف باش نناظر شي حد، ما كنديرش لايف باش نناظر اي حد. انا كندير لايف كندير فيه موضوع وكنناقشوا مع الاخوان. البارح ما كنتش داير لايف باش نناظر شي واحد، لا اناظر احد ابدا. المهم خويا ناعي راه شفت شتي حتى الصحافي راه صيدوا، عرفتي شكون بلاتي نقول ليها شكون اللي صيد هذاك حتى طلعهم، لانه هذاك راه شوف نقول لك واحد القضيه راه غرارين عيشة على الجد. هذاك ابو الهيثم اللي كان جالسوا القهوه في القهوه قالوا ليه طلع باش يطلعهم، هذوك هما اللي صيدوا طلعوا وداروا راسهم انه ماشي هذا سميتو. خص بنادم يعرف هذو راه كاين واحد المجموعه كدور هنا في التيك توك كيقول طلعوا غادي نلاقوهم وكذا من هنا. ما نطولش عليك، هذاك ابو الهيثم كان شكرك. غير هو الاخوان بعض الاخوان راه كيديروا شي تعاليق شويه غريبه، حتى هما وصيهم قول لهم ما كاين مشكل خليونا مجموعين. اوكي غير خويا نعيم واحد الحاجه، انا واحد النصيحه اللي نصحك اخويا، راه لا يعقل دير التصويره ديال بنادم بحالهم هذاك، راه تدير لهم الاشهار وتدير لهم لا بوبليسيتي. راه حتى ديك لا تكنيك ديال التصاور، راه حتى ديك لا تكنيك ديالك اخويا باش تخدم، وانا معنا استسمع انا راه ما تدخلتش فيه، معنى راه الافتضاء خصك تعاود تشوفها تقدر تدير بها واش باش تجلب الناس ولا شي حاجه. راه لقى شوف راه الكرامه ديك هي تجلس هنا ماشي شي حاجه اخرى، حتى انا بغينا كاملين المشاركه ولكن بهذا بلاتيني تدير بكرامتي انا خويا. انا هو ابري لك واسع النظر فاشي اللي قلت لك، انا راه ما تنديرش عليك شي حاجه تو سامبلومون خويا. لا شوف خويا انا راه ما كنديرش تصاور، راه اول مره درت التصويره ديال هذوك جوج قروضه ياك، ولا ثاني مره ياك. انا كندير ان جرافيزم وكندير فيه واحد الكلمه عنوان وكنناقش موضوع، هذه طريقتي ديال اللي معتاد عليها. قلت لك انا البارح وقع اشكال، كنت غادي في اتجاه ما غاديش نحلو مع الاخرون ياك، ولكن مشينا ولينا غادي في اتجاه اخر، ولا خطانا راه خطانا كاملين باش نكونوا صراحه. الله يسامح الجميع. دابا انت صفيتي الامور ديالك مع الراي المغربي ووضحتي ليه ووضح ليك بانه كنتي غلط فيها انت باش تبعتو بيناتكم. كان غير سوء تفاهم، كان غير سوء تفاهم. انا الاخ نعيم انا كنت كنفضل انه لو تواصلتي معي في الخاص وانا كنجاوب الجميع، بدل انه في اللايفات راك عارف اللايفات كيكون واحد كيولي تشهير. في الراي المغربي نقول لك واحد المساله، انا الصباح كنت معصب ما نكذبش عليك، كنت معصب. والمهم كاين مشكل احنا الدرجه ما تصورش طالع ليا الدم كثر، عا كندوي عداوي 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 بلا ما نوزن بصراحه. ما كاين مشكل، احنا دينا شهد الاجر سي نعيم، تحياتي ليك وتبارك الله. احنا بعدا صلحنا بينك وبين شكرا بارك الله ابو الهيثم، راه واحد كيدور تما سميتو ابو الهيثم، راه كيغرر عباد الله، راه كيبيعهم العجل. المهم شوف ما كاين مشكل، فين ياسر؟ فين هذا ياسر غبر؟ سي الفيزازي السلام عليكم. الشيخ الفيزازي مشرفين معنا اليوم، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله. وعليكم الله، ليلتكم سعيده. جميعا ليلتكم جميعا ان شاء الله سعيده وانا بكم اسعد. شكرا. يبدو ان الجيران سيفرحون بهذه اللقاءات المغربيه، الخصومات المغربيه، السجالات، تراشق التهم، وهذا أظن أنهم أفلحوا إلى حد ما في إيقاع الشرخ بين أبناء الوطن المغربي العزيز. فلكن يعني ما استمعت إليه الآن يعني مبشر بالخير، وهذا جميل. يعني الإنسان الأخ نعيم يعني كان شجاعا جدا واعتذر للجميع واعترف بخطئه، وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي، والرجوع إلى الحق حق. بارك الله فيكم جميعا. أمثال هؤلاء لا يمكن أن نعبأ بهم بالمرة، فعندما يسبون الملك هؤلاء، وأنا لا أريد أن أنطق باسمهم، أشبه ما يكون بذلك الأعرابي الذي بال في زمزم. تعلمون أنه في التاريخ كان أحدهم قرر أن يتبول أعزكم الله في بئر زمزم، وتعلمون أن تعلمون ماء زمزم ما له من فضيلة وما له من ما يقرب من القداسة عند المسلمين. عندما أخذ إلى الخليفة وسأله لما،
وقد هب الناس بقتله. لكن عندما سأله الخليفة لما فعلت هذا، قال ودي أنا أحببت أن أشتهر، سيسجل علي التاريخ أنني تبولت في زمزم، أنا فلان الفلاني. ولذلك هؤلاء يعني يتطاولون على ملك البلاد وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الرجل محمد السادس عرشه في قلوب المغاربة وليس على كرسي ذي أربع قوائم. يعلمون علم اليقين أن العرش والشعب شيء واحد، وليس الكلام زيد أو عمر من هؤلاء الخونة هو الذي سيخدش صورة المغرب الجميلة على الإطلاق. لقد سبقتهم جيوش ودول، وتكالب رؤساء وقاد عسكريون من مختلف الدول، من الجزائر ومن ليبيا ومصر واليمن ومن كوبا ومن كوريا ومن يعني من كل حدب وصوب، تكالبوا ومع إيران الرافضة تكالبوا على هذه المملكة، أسقطوا ملكيات هناك وهناك وهنالك. ولكن عندما جابه هذه المملكة السعيدة هنا انكسرت أقلامهم وجفت صحفهم، ولذلك اختلقوا ما نعلمه من الصحراء المغربية. فهذا هو. إذن هؤلاء لماذا نعبأ بهم؟ لماذا نستدعيهم؟ لماذا نستضيفهم؟ لماذا نريد أن نناقشهم أصلا؟ وهم من الناحية الفكرية والعلمية لهم في العير ولا في النفير، أصفار 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 لا شيء. إذن لماذا نعطي القيمة لمن لا قيمة له؟ وهذا تقدير سيء من المغاربة، أقول تقدير سيء. عندما يؤتى بهذا أو ذاك من هؤلاء الخونة هذا تقدير سيء، أنه ما ينبغي لنا مواضيع شتى ولنا المحاور رائعة ولنا الكثير من القضايا لتناقش على هذه الصفحات، ولكن للأسف ماذا تريدون؟ أحياناً يعني نجد أنفسنا مضطرين لمعاينة، صح التعبير، لمعاينة أمثال هؤلاء. أحدهم أصفار في أصفار، ولكن يناقشون الآن في هذه الصفحات نقاشات للسياسة الدولة وللسياسة العامة وللتطبيع والحرب والسلم والاقتصاد، يعني الذين يناقشون من هؤلاء الذين يناقشون؟ يعني في الجملة، في جملة القليل جدا من له ذلك البعد العلمي أو ذلك الطرح الأكاديمي أو ذلك التحليل السياسي الراقي إلى آخره. فلذلك لا تعجبوا إن وجدنا الكثير من هؤلاء يجنحوا إلى السب والشتم والطعن في الأعراض. فيعني كأن هذا هو التعويض لما يمكن أن يناقش. فأنا أقول ألف مرة، السب والشتم والطعن ليس فكرا، السب ليس فكرا، السب ليس علم، السب والشتيمة ليست إيديولوجيا ولا فائدة ولا علم ولا هم يحزنون. السب لغة من لا لغة له، السب لغة من لا فكرة له ولا قضية له ولا رسالة له ولا مهامة مقدسة له، فيجنح إلى السب، يجنح إلى لغة الصرف الصحي وعبارات الأجهزة التناسلية، والطعن في الأعراض وفي الشرف، أمك أبوك أمك أبوك أمك أبوك أبوك. فلذلك ينبغي أن نرقى. أنا أنصح أبناء جلدتي وأبناء بلدي، إذا كان هناك من له قدرة على 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 الطرح وعلى الشرح، له قدرة على إيصال له رسالة معينة ويستطيع تسويقها وتسويغها للناس، ويستطيع أن يزينها للناس وأن يقدمها للناس في أبهى حلة، فليتقدم ولا يتردد. وأنصح أصحاب الحماسات الذين لا قدرة لهم علمية ولا فكرية، مجرد حماسات وطنية 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 وطني وطني، مالك سيدنا، عاش سيدنا، يا سيدي الحماسة والله لا تقدم ولا تؤخر. الحماسة مطلوبة في بعض الأحيان، لكنها ينبغي أن تعزز بالعلم، أن تعزز بالوقائع، أن تعزز بالوثائق، دون ذلك فهو مجرد لغو. الوطني في تقديري، الوطني وذلك الأستاذ الذي علم ودرس عشرات
أو مئات أو آلاف من التلاميذ، هذا أعطى للوطن، وذلك الطبيب، ذلك الممرض الذي أعطى للمواطنين وساعد وضمد الجراح وأعان المريض على الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، هذا هو الوطني، ذلك الفلاح، ذلك المزارع، ذلك الصانع، ذلك الحرفي، ذلك هؤلاء هم الوطني. الوطنية حرفة، الوطنية عمل، الوطنية إيجابية وليست مجرد والله. يشوف يعني دعوني أكون أكثر صراحة، والله سيدنا يعني أظن أنه لا يسره أبدا هذا الإكثار من هذا الإطناب الفارغ، وطنيون يا سيدنا سيدنا خادم الأعساب الشريفة، والله يعني وأنا أعلم علم اليقين أن ملك البلاد من أذكى الخلق، من أذكى خلق الله، من أذكى الناس، هو يعرف من هو الوطني الحقيقي ويعرف من هو تشبع باللغو واللغط من هنا وهناك. الشعارات وهذه يعني الوطنية مجرد فقاعات على الهواء، ماذا قدمنا للوطن؟ هذا هو السؤال بكل بساطة، ماذا أنا أسأل نفسي، ماذا قدمت للوطن؟ فإن وجدت من نفسي أنني قدمت لهذا الوطن شيئا إيجابيا نافعا للإنسان المغربي والأرض المغربية والأسرة المغربية، إن وجدت نفسي فعلت شيئا من ذلك فأنا وطني، إن وجدت غير ذلك فأنا غير ذلك. فلهذا ينبغي أن نكف عن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. لا ينبغي أن نغالي في الشعارات، ينبغي أن نكون واقعيين وأن نكون على قلب رجل واحد، وأن نعلم أولا أن نعي من نحن وأين نحن وماذا نريد، ثم بعد ذلك نترك ذوي الكفاءات وذوي القدرات العلمية والفكرية وكل في تخصصه وكل من جانبه وكل بحسبه، الجندي في سكنته والشرطي في مخفره والأستاذ في قسمه ومدرسته وكذلك والطبيب وإلى آخره. نحن هنا أنا لا أقلل أبدا من هذه المنابر الإعلامية، والله شيء جميل جدا، ويكفي أن أقول لكم وقد أطلت وما ينبغي لأن أطيل، يكفي أن أقول لكم الذباب الجزائري بالآلاف المؤلفة مدفوع الثمن في مقابل مغاربة لا يأخذون من الدولة سنتيما واحدا، وهذا الشيء جميل للغاية. المغاربة يدافعون عن وطنهم بهذه الحماسات وبهذه القدرات العلمية، وهناك دكاترة وأساتذة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك، ولا يأخذون من الدولة سنتيما، الدولة لم تجهز ولا واحدا من أجل أن يتحرك في هذه، لكن في المقابل نجد ذبابا بالآلاف المؤلفة، وقد أخذوا هذا، أخذوا الآيفون وأخذوا من عفياش البيسيات وأخذوا الأموال، والآخر أخذوا السيارات والمرسيدسات والأطيلات والسفريات وإلى آخره. فانظروا إلى، فإذا هؤلاء الخصوم لو سحبت منهم هذه الإتاوات والعطاءات والامتيازات خلاص لجفت أقلامهم، انتهى الأمر. لكن نحن والحمد لله عز وجل نتحرك انطلاقا من عدالة قضيتنا، نتحرك بمعنويات عالية لعدالة قضيتنا، وهذا هو الذي يجعلنا منتصرين دائما في جميع المحطات، عسكريا على الأرض، أمنيا على الأرض، دبلوماسيا في المحطات الدبلوماسية والسياسية في العالم. وهذا شيء جميل وجميل، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ هنا بغيت نسولك واحد السؤال، إلا ممكن، واش ممكن رأيك في شي واحد اللي يلتح بالوطن ديالو وعنده منبر بحال ديالنا مثلا وغيستضف فيه الناس، وهذاك الناس تيسبوا في الملك ويسبوا في المغاربة والمغربيات، رأيك في القضية؟ واش انت تقدر تطلع مع هاد المنبرات باغ اكزومبل، مع هاد المنابر؟ والله يشوف، هذا خطأ فادح في تقديري، خطأ فادح. أنا لا أجرم صاحب هذه الفعلة ولا أخونه ولا أسبه ولا ألعنه، لكنني أقول له هذا خطأ فادح، لأن هذا الشخص الذي أنت تعلم سلفا أنه عدو للوطن وأنه خائن لملكه وخائن لشعبه وخائن لوطنه، منبوذ عند 40 مليون إن كان يعرف هؤلاء،
ثم بعد ذلك أنت تستضيفه وتستمع إليه وتحاوره وتسأله وليجيب ويقول لك أنا لا أسب ولكن يستعمل عبارات نابية في الملك وفي العرش العلوي وفي يعني هذا خطأ فادح، والله خطأ فادح، بغي أن نعدل عن هذا الأمر وأن لا نعود إليه أبدا. أوكي شكرا. سي شويطة ممكن دير شي مداخلة؟ السلام عليكم السي عزيز، أول تحية طيبة للجميع وليلة مليئة بالأحداث والكلام الجميل. ما ينتظره جميع المغاربة حقيقة هو هذا التآلف، لأن ما تآلف عليه المغاربة دائما كان هو كلمة الحق، وما اجتمع المغاربة إلا لأجل الشرعية الدولية وشرعية قضيته. على ما أعتقد أن اليوم هو يوم احتفال ويوم انتصار بالنسبة للمغاربة في هذا المحفل الذي أعتبره ربما ناقصاً ببعض القامات التيك توكية التي تحضر هنا من أجل استشراف مستقبل المغرب. الآن المغرب له رهانات، له رهانات سياسية، له رهانات اقتصادية، وما يمكن أن نتحدث عنه أو ما يجب أن نتحدث عنه بالأحرى هو أن نستشرف المستقبل وأن لا نقع في أخطاء جزافية قد تحيلنا على مشاكل فيما بيننا. الآن المشكل الذي يجب أن نتخلص منه هو إقصاء، مشكل الإقصاء، إقصاء الآخر بحكم تواجد مجموعة من الجمهور الذي يتابعه شخصا أو آخر. لذلك مشكل التكتل هو مشكل حقيقي وجوهري الآن في منصات التواصل الاجتماعي، ومن أجل أن نصل إلى المبتغى وإلى الأهداف المنشودة فعلينا أن نكون أولا متواصلين فيما بيننا. التواصل هي جزئية مهمة من أجل خلق قاعدة جمهورية مغربية محضة حقا. لذلك كلما وقع شرخ بين الأشخاص المعروفين في التيك توك أو غير المعروفين وقع جدل، وهذا الجدل يعيدنا إلى الوراء ويشكل شرخا في القضية في أصلها. لذلك أعتبر أن أهمية وجود تواصل ما بين الجميع هي أهمية قصوى، باعتبار أن القضية هي قضية أولوية وهي قضية واحدة نشتركها ونتقاسمها جميعا. المشكل يعني ربما الإخوة حين يتحدثون عن المشاكل، ولكن أيضا يجب أن نتحدث عن الحلول، عن مقترحات حلول عملية يمكن أن تعيد الكل إلى المسار الصحيح. وأهمية إعادة القضية إلى المسار الصحيح، لأن كنا نتحدث عن المغرب، عن قضية الوحدة الترابية، عن قضية استشراف آفاق المغرب سياسيا، عن الحقائق، عن التاريخ. لذلك ما قال الشيخ الفيزازي أنه من الأهمية بما كان أن كل واحد منا يجب أن يلعب دوره فيما يتقنه، فإتقان الشيء يعطينا يعني ربما جودة في التعبير وجودة في الإلقاء وجودة في الخطابة وجودة في التعريف. وكلما كانت هناك يعني ربما حملات، وهذه الحملات الآن يجب أن تكون حملات باسم جميع المغاربة ليس باسم شخص. ربما قد يعتقد البعض على أنه حينما أنا أتحدث وتكون لي قاعدة جمهورية معينة فأنا أنتصر. الانتصار يكون فقط للوطن ويكون فقط للوطن وليس لشخصي. ربما تجريد الذات وتجريد الشخصية وتجريد، واعتبار أن الرافع الأساسية للانتصار هي الوطن وهي المؤسسة الملكية وهي المواطنة المغربية وهي الأرض المغربية وهي الجغرافيا المغربية وهو التاريخ المغربي وهو الافتخار إلى انتمائنا وإلى هويتنا، أنا ذاك سوف نكون أقوى وأقوى في القول والفعل. لذلك كل مفوه، ونحن نعول على المفوهين والحاملين للحقائق والدلائل، ربما هذا سيغيض أكثر كل عدو يمكن أن يكون نيته أن يضرب المغرب أو يضرب شخصا آخر، لأنه كلما تكتلنا يصعب الاختراق، وهذا هو المهم، يصعب الاختراق. مثلا أنا بالنسبة لي الرأي المغربي يمثل قضية مغربية، السي آلون يمثل قضية مغربية، السي ودنون هو مغربي وأفتخر، السي صالح هو مغربي وأفتخر، الأخت سميرة
كلنا سي عزيز جميع المنصات يجب أن تكون على قاعدة واحدة ويكون الهدف واحدا والمبتغى واحد والغايات واحدة، وهذا هو المهم. الآن ما يمكن أن نفسره من خلال ما نحلله هو أنه يوجد فكر يحاول اختراق المغاربة بشكل أو بآخر، وهذا الاختراق قد يسمح لهم بتمرير المغالطات والشكايات إلى غير ذلك. لذلك من أجل سد الطريق ومنعهم من ذلك فيجب علينا أن نتحالف فيما بيننا وأن يكون لدينا لغة الإصغاء للآخر، وأن تكون كما قال الأخ الرأي المغربي لغة الاعتذار، وهي ثقافة جميلة في المغاربة يمكن أن تعبر عنا ويمكن أن تعبر عمن نكون وما نريد. ودائما كان الشعب المغربي عامة وقاطبة أينما وجد فهو افتخار كبير برجاله ونسائه، وربما أنا أعتقد اعتقادا جازما أن وجود هذه القامات اليوم هو دليل قاطع، بالرغم على أنني كنت أتمنى أن يتواجد أشخاص آخرون لأن لهم نفس القضية ونفس الرأي وربما يشاطرون بنفس الفكرة، ولكن لا يتواجدون الآن، وهذا يعني ربما سيكون موجه لهم أيضا، ونحن كلنا في سلة واحدة من أجل الدفاع عن وحدة قضيتنا يجب أن نتآلف وأن تتوحد القلوب، لأن في قضية مصيرية مثل الوطن لا مزايدة عليها لا بالجماهيرية ولا بالقاعدية ولا بما يمكن أن نتحصل عليه من ارتفاع من خلال التيكتوك، ولكن هذه قضية متعلقة بالقلب، متعلقة بالقلب ومتعلقة بالنضال المصيري للأجيال، وهذا ما سنورثه للأجيال. وهنا في هذه المرحلة بالضبط سوف يتم عزل كل من كان تسول له نفسه من أجل إيقاع إخوة المغاربة في الفخ ومن أجل الضرب في مصالح المغرب. وشكرا سي عزيز وتحية، وتشرفت بحضور الجميع وليلتكم سعيدة. شكرا شكرا سي شويتر. نعطي الكلمة لواد نون. واد نون اطربنا. نعم أخي الكريم، منذ قليل وأنا أتعرض يعني لهجوم مكثف ولا أعرف لماذا. وتضحكني تدك هنا الهجوم. أتساءل والله وكأنني أصنع لا لا أنا إنسان ضعيف بسيط لا حول لي ولا قوة، يعني اتركوني أقول كلمة وهاجموا إن أردتم الهجوم. أبقيتي فيا والله لا أبقيتي، راني في جنيف هنا أخي غاشي مع الأمم المتحدة نجيبوا القضية كيفاش. لا لا والإشكال أنا لا أسب أحد، ما كنسب حد، ما نسب حد، ما نوش ما نقول هذا الدراوش وما مناش تخاف عزيزة. لا لا حاجة صغطة هذا أتنا من بدياولي الأوفية، لا تبين برتين الضعيف البسيط. لا 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 والله بسيط، إنسان بسيط، وما إلى حد الآن وأنا رأيت التيك توك عدة مرات في إيميلات وأنا نتسالب على يعني بغيت غان أعرف أريد أن أعرف من يهاجمني يعني لا أنا ولماذا بغيت غان أعرف ما تهاجموش أبارك من الهجوم. الله يهديكم تقوا الله قلوا غاشوية. خليوني غير نقول ولو جمله مفيده وديك الساعه اهجم علي. اذا حتى اختصر اخواني الكرام، يعني كل الاخوان الكرام بهذه القامات الكبيره التي حققت لنا الشرف يكونوا معنا في هذا المنصه الجميله جدا، المنصه التي حقيقه أتشرف أنني نطلع لها كل مرة. وهذا الكلام يعني قلت أنا أعتقد قلت ما فيه الكفاية، وليس من العيب أن يخطأ الإنسان، بإمكانك أن تسقط ولكن كما نقول تقوم وتمشي في الطريق ديالك، ولكن العيب في أن تعيد الكرة أن تسقط في نفس المكان الذي سقطت فيه البارحة. ولا أحمل مسؤولة لأني كان أن أنا أخطئ يعني، وأنا إنسان بشر كأي ناس، ولكن خصنا نتكتل بيناتنا يعني أن يكون التكتل ونوقف بيناتنا، وما يعني الأب يكون أحيانا غالي يكون شاق على ولده
لأنه يحبه ويكن له التقدير ويريده المستقبل وإلى ذلك. ولكن إخواني الكرام فيما يقول أنا دائما أقولها فيما يخص قضية الوطنية تبقى فوق رؤوسنا ولا جدال فيها، وخصنا من تلعب بها وخصنا من كونوا يعني إنسانك. وأقولها دائما هادو القامة اللي معانا بجميعها اللي معانا الآن واللي تفرجوا والذين يشاهدون يعني علينا أن فيما يخص هناك نظرية في, 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 في الإعلام تسمى في علم البصرية تسمى المشاهد الذكي. المشاهد الذكي هو الذي يأخذ تيليكوموند دياله يعني ويتصفح هذا القنوات يعني يشاهد هذه القناة ولكن من خلال عقله ومن خلال يعني ذكائه يستطيع أن يختار بين البرنامج الذي يعني يكون نافع له هو ويكون نافع المسار والفكر. وهذه المشاهدات اللي حقيقة لا يمكن أن تقدمنا ولا يمكن أن تخدم مصالح الأمة المغربية. وأقول أسطر على كلمة ومصطلح الأمة المغربية التي حقيقة لها مسار في التاريخ. ويمكن أخ الرأي المغربي أنا معك في الخط، أنا اعتذرتي وهذا من شيم الرجال وهذا من المسائل التي حقيقة يتميز بها أهل الصحراء وأهل المغاربة الأحرار ولا ينقص من قيمتك أخي الرأي المغربي ولا من أي كان. والأخ شويطر والأخ ياسر والإخوة الكرام كلهم كل في مكانه، ينبغي أن نكون كالمشط وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعاشت المملكة المغربية وعاشت الأمة المغربية وعاشت الوحدة المغربية من شماله من طنجة إلى القويرة. وهذا ما يمكنني أن أقول حتى ما يهجموا علي، لأنه كل مرة كيجيني واحد السينيال وكيقول لي راه غادي التليفون ديالك يتنفى، ولكن هذه المرة هداهم الله. ولكن وقيل أنا ظنيت عنهم رقدوا. الإخوان غنعطيو الكلمة للالة سميرة ومن مورا سميرة نعطيو المملكة وغنرجع للرأي المغربي وديروا مداخلة ونقول لكم تشوفوا مع السلامة. للالة سميرة راح درس معنا من البداية. للالة سميرة معنا تحييها مغربية غيور على الوطن وماشي تبارك الله. شكون اللي ما تعرفش للالة سميرة؟ تفضل للالة سميرة. الله يحفظكم ويزيد فضلك. والله العظيم كان عندي موضوع ولكن ملي شفتك سيدي عزيز وفي هاد القضية اللي زوينة واللي بغينا باش تكون فيها دائما غتأم للصالح العام ونجمعو في كلمة واحدة ويكون واحد توحيد الصفوف، لأن الاتحاد دائما فيه قوة. فقال لي الفضل الشرف والفضل ليك وكنشكر الجميع. فخرجنا بعدة، أنا اللي عجبني هو المداخلة ديال الأخ اللي تكلم على حبه، يعني كان كينتقد وكيعارض ولكن فهاد الظرفية سد جوج صفحات خدمة للوطن وغيرة على الوطن الحبيب ديالنا اللي كلنا اليوم احنا متحدين من شيء واحد هو كنغيروا عليه نحافظوا على بلادنا، وبالأخص من اللي عندنا أعداء من جهات خارجية. فمن الوطنية نتوحد ونكون يد واحدة، هذا هو اللي محتاج ليه البلاد ديالنا. المره حاجه اخرى انا تخلعت اخويا لا من صلاح ولا معنا الون اخوتي، انا بين يديكم اخوتي، انا مسامحه معكم، انا ما عمرني نجددكم اخوتي. الله طيب الله هذا ما بين راسنا على راسنا من الفوق ولا حاجه انت على راسنا وطنيه ومعروفه ومغربيه ديالنا كاع ما غنوصلوش معك هذا النيفو اختي حاجه. لا لا الله يحفظكم. لا تكلمت يعني بالدقة وبدا سميتو ما شوف والله العظيم نحييكم. وأنا نقول لكم واحد الكلمة، والله العظيم إلا غلطت في الوطن ديالي أنا شخصيا نطلع الراسي ونمند الراسي مزيان وندخله سوق راسه، لأن ما عدناش ما أغلى من الوطن. كنحيي الرأي المغربي أخويا ولد المملكة، نتمنى الشفاء الوالدين ديالك والإخوان كاع اللي معنا وادنا، وتحياتي ليك الأخ سيدي محمد، تحية الجامع سيدي سعيد اللي كان حتى هو برنوس وعطى واحد
يعني هذه هي الوطنيه. الوطنيه الانسان كيطلع كيتجمع كيعطي كلمه وتوا مداخله بكل احترام ديال الوطنيه باش كنقلبوا، لان اللي غادي يتجبد معنا في هذا الموضوع تيقول لك لا والانتقاء والحريه. لا سيدي، شوف الوطن عنده واحد لا 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 الهدف حنا مجموعين عليه. يعني راه كاينين جنود اليوم في الحدود، والكراغيله كتقلب في المنصات طلعوا ليها جنود خفاء بحالكم وسميه دراكم مباشر. اذا انت جندي، والجندي كيخدم على هذا الوطن تحت شعار الله الوطن الملك. ولا الضبابيه مع الثمانيه راه غتسالي، راه غتسالي المعلم والله يحفظكم جميعا تحت شعارنا الخالد اللي هو شعار افتخار واستقرار الله الوطن الملك. والله يرضي عليكم، والله يوحد كلمتنا، وموت يا العدو. شكرا لك الله اخت سميره، تحيه سميره الوطنيه الحره. الاخ عزيز من صباح وعباد الله تكتب لك على بابار، طلع بابار راه ما بغاش يطلعو ومقبلنا تكتب لهم لا راه غيطلب قيس. شوفي لا طالب عندك قيس، انا ما عندي ما ندير بمداخله لان لا الناس بدات تنفور. شوفوا انا ما غنعاوز نطلع حتى شي واحد. بابار راه تطلعوا ملي تيكون بوسيبل نطلعوا، نطلعوا ملي ما تيكونش بوسيبل راه ما تنطلعوش. دابا راه غنسد انا المباشر ديالي، بغيت انا غير يلا نتفاك مع نسالي مع الاخوه دابا اللي معايا، ومره اخرى غدا ان شاء الله غدا يطلع راه الدار دارو، راه ديجا طلع معايا بليزير فوا. اي فو با انا راه تنشوف، راه تنشوف كلشي ما يهديكم. شوف واحد الكلمة في الحق ديال سميرة، تحية الأخت سميرة المهاجرة المغربية الشريفة العفيفة اللي كتدفع الوطن ديالها، ومعروفة بالفيسبوك ومن العيالات اللي ما خانوش الوطن وشادين في الوطن وعانت وعود عانت. هادو هما العيالات. شكرا الله يكبر بك، هذا واجب. أنا أضرب رجليكم أسيادي. يبارك فيك لالا، احنا كلمه حق قلناها فيك. شكرا سي صالح. ولد المملكه تفضل. والسلام عليكم، تحياتي لك اخي العزيز، والاسم اعلى مسمى. تحياتي لك وتحياتي الاخ صلاح، تحياتي للمراه المغربيه الاخت الشريفه العفيفه الكريمه الاخت سميره، تحياتي للاستاذ ديالنا السي محمد شويطر، يعني هو ضيف دائما في هذا البرنامج وكنحييه. كذلك تحياتي يعني الودنون الرأي المغربي الأخ ألون. تحياتي لكم جميع الإخوة اللي كاينين في التعاليق، اللي كاينين في البارتاج، الإخوان اللي غيشوفوا هذا اللايف. فصراحة اللايف في المستوى اللايف وطني، اللايف كيدعو إلى الوحدة، وإلى باش نعرفوا بأن يعني العدو ديالنا وهو اللي باغي يشتت، اللي باغي يتلف، يعني الاتجاه ديال القضيه ديال المغاربه والمغربيات سواء في الداخل سواء في الخارج، الا وهي الوحده الترابيه ديالنا. ايضا احنا عندنا مشكل اننا احنا كنحاربوا الفقر، كنحاربوا يعني البطاله، احنا يعني كنجلبوا المغرب الان كيبني الوطن ديالو، وهذا الشيء اللي كيضر اعداء. احنا ملي كنتكلموا على صناعه الدرون بايادي مغربيه، ملي كنتكلموا على صناعه السيارات يعني بعقول وايادي مغربيه، فهذا الشيء كيضر الجيران. والى ولا كان مثلا هذا ربما بعض المرات كيكون الخصام وكيجي موراه الصلح، وانا كنشكر الاخوان والاخوات كلهم، واي واحد يعني كيعترف بالذنب ديالو، فالاعتراف بالذنب هذا رجوله، يعني الانسان اعترف بالخطا ديالو، يعني من الخطا دائما كنتعلموا الصواب، والانسان دائما كيتعلم. واللي قال انه تعلم في الدنيا فهو كاذب. علاش؟ لان فان عرفت اشياء كتغيب عليك اشياء. الحياه هي هذه، العدو ديالنا واضح فلا داعي باش هذه القضيه ديالنا الام المصيريه انتما كتعرفوا هي الوحده الترابيه ديالنا اللي هي مقدسه عند كل مغربي ومغربيه سواء في الداخل سواء في الخارج، رغم احنا الجروح ديالنا، لان لكن احنا كنقدموا القضية الوطنية كنحطوها هي الأولى، هي الأولى مصيرية. إحنا مع المغاربة، مع المغربيات، إحنا مع الصوت الحر، مع اللايفات الهادفة، لأن علاش صراحة ما عدناش، مازال ما وصلناش لذاك القوة الناعمة ديال الإعلام المغربي اللي مازال ما قدرش يستثمر في يعني في العقول والصحفيين والمحللين المغاربة. مازال ما إحنا كيخصنا إذن لقينا الراحه ديالنا، وهي في التواصل الاجتماعي، لان لقينا مؤهلات، لقينا ناس شباب كفاءات سواء في الداخل سواء في الخارج، مغاربه
يعني كل واحد يعني من المنبر ديالو كيخرج واحد الوقت دفاعا على بلاده لا يريد جزاء ولا شكورة. فأنا مشكور، كنشكر الأخ عزيز على هذا اللايف ديالو، كنشكر الأخ صلاح لأنه هو كيقوم بالدور باش يكون واحد الصلح ما بين الخوت وما بين الإخوان. لذلك كنشكر أيضا الأخ ديالنا يعني الرأي المغربي، وكذلك المداخلة ديالو اليوم، وكذلك أبرنوس. كنشكر ياسير، كنتمنى كذلك يكون الصلح مع كمال وكمال أيضا. إذا حنا كنعرفوا هاد الأبواق المأجورة خصنا نأزموها ونشهروا بهم، لأنهم كيضربوا في العرض ديال المرأة المغربية، وقدفوا في عرض ديال المرأة المغربية والأخت ديالنا سميرة على المباشر، لأن هذه كتبقى أختنا وكتبقى أمنا وكتبقى بنتنا وكتبقى في المثابة ديال واحد الإنسانة حرة مغربية، لأن المرأة المغربية هي أول مرأة الحمد لله دارت الجامعة ودارت العلم. إلا كنا إحنا كنا أمة إقرأ، دارت هي يعني جامعة القرويين بمدينة فاس، وما بالك ومنها، هي اللي أعطتنا العالم اليزامي، هي اللي أعطتنا الأستاذ نجاح، هي اللي أعطتنا المنتخب المغربي، هي اللي أعطتنا هاد الرجال وهاد النساء سواء في الداخل ولا الخارج داير منابر ديالهم وكيتكلموا وكيدافعوا على بلادهم وما كيخشاوش مع شي واحد أو لا يخافوا باش يقولوا كلمة حق. تحياتي لكم، شكرا لكم، تبارك الله عليكم جميعا. شكرا. وهذا كل شيء يقول على بابا. بابا طلعته مره وطاح، الله يفتي تضرب عندي، بزاف ديال الناس عندهم السينيال هنا باش يطيح ليا الله، داكشي باش ما بقيتش راه كيطلع كيطلع ويطيح، راه ماشي شي واحد ثاني نزعوا ثاني الريسك باش نطلعوا ويهبطني ولا حاجه، باسكو كلشي عليه السينيال، ها هو ودنون اربع خلاص سبع خلاص هو تيطيح، ولا حتى ما بغيتش نهز هذاك لو ريسك باسكو راه هزيت ديجا با مال دو ريسك انا ملي ما تيكبسوا لنا ما والو، ماشي على تهضر من الناس تيجيو انا حضروا والو، ما تكبس ندير ربع ساعه ديال 3 ساعات يلاه تيكون على 100 ديال التكبيس، مصيبه. الراي المغربي لك الكلمه يا اخي، وكلمه اخيره ديالك اخويا، شرفتينا هذه الليله، تبارك الله عليك. وانا توتفاسو الرئيس الملكه ما كيحسب شي حساسيه ولا شي حاجه، هذوك المحامين اللي تيحلوا العوافي طلعوا راه عندك مشكل مع راه ما هذاك فين تنعرفوا باش يكون عندي مشكل، راه طلع واحد النهار طلع فوق الشوايه ديال لا بريمير فوا طلع معايا مع ياسر فوق الشوايه حتى ل 6 الصباح 5 الصباح، ما عندي حتى شي مشكل. هذا المنبر تنقولها لكم، المنبر ماشي ديالي، المنبر ديالكم، هذا المنبر اللي ملا منبر له في الموضوعيه في الحياه، وما تنشخصوش المواضيع ديالنا، اي مغربي مغربيه حر يطلع معنا افيك غون بليزير، راه ما كاينش باك صاحبي انا عندي هنا تو سامبلومون. واحد القانون اللي تتعرفوه كاملين بان عندي انا الكاميرا اوبليغاتوار مع بعض الشخص ومنهم الراي المغربي، ما تنوبليغي باسكو بوغ دي ريزون بيرسونيل ديالو ما تنكزيش عليه الكاميرا. اليوم راه طلقت اللعب شويه بلا كاميرا الدنيا يعني ما كاين حتى شي مشكل، انا شوفوا المواضيع ديالي كاملين الكاميرا اوبليغاتوار عندي، واخا يكون اي واحد يكون ها هو الون راه ادمين معايا، ملي ما تيديرش الكاميرا ما تنطلعوش تو سامبلومون، ها هو حداكم هنا تيشوفوا، انا ما كاينش باك صاحبي معايا ولا شي حاجه، الله يحمر هذا المنبر ديالكم كاملين المغاربه الاحرار. وانا تنقولها لكم انا لا انا ما غنطلع شي واحد اللي تيلعبوا عاوتاني على جهات هنا وجهات، مره مع غنم مره مع طوق مع الطوغو شدوا واحد الطريق معنا. لا بابار كاع ما غيوصلش معاك بابار حتى لذاك الشيء، بابار ظريف لا لا ماشي عليه نو باسكو حتى دوك الحماوي لعبوا العوافي ديال الكومونتات ما يحلوا العوافي، لا ما بغاش يطلعوا لا 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 ما تعيقوش علينا الله يهديكم، انا مقعد 4 ساعات انا داير الله يبارك الله يهديكم. بارك الله فيك عزيز على اي تحيه طيبه لكم الاخوه الكرام، وشكرا جزيلا لكم على هذا اللايف، وشكرا خير العزيز على المنصه منصه يعني ما شاء الله دائما مواضيع قيمه اسلوب راقي وجميل، بعض المرات يحدث نقاشات لكن هذا شيء عادي في منصات التواصل الاجتماعي، وانت اشرت لنقطه مهمه وانا ايضا ساريد ان اتحدث عليها، لانه ما حدث البارحه يعني صراحه حز في النفس، لأنه كنت أريد من الإخوة المتابعين حتى وإن أخطأ الإخوة لأصحاب المنصات يجب على المتابعين أن لا يرتكبوا نفس الخطأ في أن يعني يناصروا طرفا على طرف أو أن يوجهوا سهام النقد لطرف ضد طرف، بل على أصحاب المنصات إذا ما أخطأوا أن يوجهوا جمهورهم
إلى أن لا يشترك معهم في نفس الصراع، لأنه إذا كان الصراع الشخصي يجب على الإخوة المتابعين والمغاربة عامة للمتابعين لهذه اللايفات أن يراعوا المصلحة الوطنية وأن يراعوا مصلحة هذا البلد، سواء في تعليقهم أو في كتاباتهم، وأن يقولوا كلمة طيبة، لا أن تستمروا في تغذية الصراع أو كما كنقولوا كنزيدوا الجمر العافية. لأنه الإخوة الكرام إذا كنا فعلا لا نريد أن يتشفى العدو فينا في بعض الهفوات وفي بعض الأخطاء، يجب عليكم أنتم متابعين أن لا تكونوا ممن يتبع الشخص، بل اتبعوا مصلحة الوطن واتبعوا مصلحة المنصات المغربية في أن تستمر في دورها كل حسب تخصصه وطريقة طرحه للمواضيع والمواضيع التي يجيد العمل فيها وأسلوبه الخاص. أما من يريد أن نكون متوحدين بالطريقة التي يراها هو أو بمعنى كلمة التوحد، أظن أنه مخطئ، لأنه يجب أن تكون متنوعين في السلاح لكن متوحدين على المنهج وعلى التوجه. أما الأسلحة يجب أن تكون متنوعة، هناك من لديه أسلوب الفكاهة المستفزة، هناك من لديه أسلوب الفكاهة السياسية، هناك من لديه أسلوب التعرية، هناك من لديه أسلوب الضرب العمق، هناك من لديه أسلوب التوعية للمغاربة، كل بطريقته، لكن يجب أن تبقى المنصات منصات للهجوم وللتعرية وللرد على الادعاء المعارض وعلى العدو، بدل أن تكون منصات للحديث عن أمور نحن في غنى عنها. وبالتالي الجمهور يجب أن يكون جمهور الموضوع وجمهور المصلحة الوطنية وليس جمهور الأشخاص، هذه مني أنا شخصيا. فأظن أنه يجب دائما أن نستحضر المصلحة الوطنية وأن نحاول دائما أن نكون دبلوماسيين، لأنه بالدبلوماسية يمكن أن ننزع فتيل النار وأن نجعل يعني منصاتنا تكون منصات راقية تخدم يعني توحيد الصف المغربي وتؤلم العدو. ويعني أظن أننا استفدنا من الدرس، وحتى في الانتقاد الإخوة الكرام، حتى في الانتقاد يجب أن يكون انتقاد لأخ لأخيه وليس لعدو، لأنه بعض البعض يزيد في هذه المسألة لتصل إلى وكأنه يحارب عدو، بل أنه الخطير أنه ننسى فضل ما قدمه الآخرون ويعني نمسك لهم في خطأ واحد ارتكبوه. فأظن أنه يجب أن نعلم أنه جميعا نخطئ، وحينما يخطئ الإنسان يجب أن لا ننسى فضل أو ما كنا نقوله عليه في السابق، وهذا رأيته للأسف الشديد. على أي أتمنى من الجميع أن يستحضر مصلحة الوطنية، وهذه النقطة إذا فهمناها جيدا سنكون دبلوماسيين في وقت الأزمات وسنكون جنود في الوقت الذي يكون فيه العدو ينتظر منا أن نضرب في بعضنا البعض. تحية طيبة وشكرا جزيلا لكم إخوة الكرام. شكرا لهذه الكلمات، الله فيك. ممكن مكالمة إلى سي عزيز؟ واحد دقيقة. الله يخليك سي عزيز، ما طلع بابر، عرفتي علاش؟ طلعوا راه اصحاب الفتنة كاينين، الله يستر عليك. طلعوا يا سي. دابا انا ما تنحملش، راه غنصدم كاع المباشر اللي بغات تسمع علاش ولا نهار. لا سمح لي، طلعوا الله يحفظك. دابا لا يقولك دابا انا ما اليوم ما طلعش حتى واحد، انا بغيت نسد هذا المباشر ديالي بعدا فرونشمون. خلينا صلاح الله يرحمك الوالدين، راه دابا نتوما تشعلوا العافيه، نيت ثاني راه شعلتي دابا العافيه. ها باش الفتنه ما تجيش غير لا سمح لي، الفتنه هذوك شغلهم هذاك، انت ما تجيش عاودني تسخن القضيه. الله يرحمك والدينا صالح، انا ما عندي حتى شي مشكل. دابا تديروا دوفون في الكومبيرا سا سفي با فرونشمون، والله العظيم الا فرونشمون دابا لا فرونشمون لا سي با هاد لا مانيير اخويا، سمحوا لي بكل احتراماتي. تفضل ياسر. انا بغيت نهضر على واحد القضيه، واش الصوت بعدا مسموع؟ الا كاين الصوت مسموع حيت راه عندي مشاكل. الصوت مزيان، الصوت مزيان. بعض البرانيين مثلا، يكون يماني يكون فلسطيني يكون سوري يكون كيما بغى يكون، كيولي النوب الاولى غير داخل كيناقش معنا، شويه كيولي يحاسب فينا، شويه كيولي يجمعنا باش نضربوا بعضياتنا. هادشي اللي ما بغاش يتفهم ليا. هضرت مع فلسطيني، فلسطيني خور ما عجبوش الحال، مشى جمع الفلسطينيين باش يحاكم المغربي. وزوينه هذه، والله الا زوينه هذه، زعما ما شاء الله. والغريب في الامر ان هذا الفلسطيني، انا نقولها على كل شيء، نقولها لا على فلسطيني لا على سوري لا على لبناني، كيما يكون نوعه،
قال لك انا راه عام ونص وانا كنعاير في الجزائريين، شكون اخويا طلبك تعاير الجزائريين؟ ها واش حنا مجموعين باش نعايروا الجزائريين ولا واش حنا عيطنا لك باش تسب الجزائريين ولا ها؟ احنا فران وقد بحومه وما عمرنا عيطنا على شي واحد باش يسب الجزائريين، ليس من اخلاقنا لا السب ولا الشتم. الا كنتي جاي تناصر المغاربه بالسب ديال الجزائريين سير اخويا راه بلا دوله، اي سير عطينا اتساع بعد ما نديرو بك، نقولها لك بالعلالي احنا قادين براسنا وقادين بشغلنا وعارفين اش كنديرو. الا كنتي جايبك السب والشتم الماء والشطابة تلقى على البحر، ونقولها لك ونعاود نقولها لك. هات نهضر على هذاك عدنان، راه حنا المغاربه الشريف، المغاربه واجرك على الله. ياك ما حليتي من الصاك تسحبك حليتي دوله كدافع بها على المغرب، راه ما عاش اللي دافع على المغرب. المغرب بلد الانتصارات وبلد المعارك، وما كندافعوش على بلادنا بالسبان، وما كندافعوش على بلادنا بالشتم، وماشي حنايا اللي مجموعين باش نسبوا الجزائريين. ولا جيتي تسب الجزائري بدون سبب غادي نرد المسبه عليك انت، لان الجزائري قريب ليا، نقولها لك هكا طيب العلالي، وربي سبحانه وتعالى اللي لصقني معاه. راه الحسن الثاني الله يرحمه قالها، قالك لي علم العالم مع من حشرنا الله، راه ربي حشرنا معاهم. انت غتجي اليوم اجيو انا كنت اسبو، سير اخويا عطينا اتساع. اش انت سبو زعما راه طفرتي ولا ولا زعما راه غنجيو نقولوا لك راه ما قلته ولا ما اعتذر عليه؟ اللي قالوا له راه ياسر اعتذر، لم اعتذر، اعتذرت الى ادوارد كشخص له موقف، اما الحقائق التاريخيه اللي كنقول لم اتراجع عنها ولن اتراجع عنها. وما كان بين ملك المغرب الحسن الثاني الله يرحمه وياسر عرفات مسجل في التاريخ، ما يمكنش نحيدو انا ونعتذر عليه. لا، ياسر عرفات غلط في حق المغرب وفي حق المغاربه وتراجع، انا ما اعتذرتش عليها. وجورج حبش جاو تشفى فينا وتشفى في المغاربه وما غنعتذرش عليها. ما عجبك حال ضرب راسك مع الحيط، المغرب اولى، انا مغربي، ما يمكنش نضحي ببلادي من اجلك انت. نقولها لك طيطاي، واش نتوما باغين خساره ولا جوج خسارات؟ احنا نسمحوا في المغرب باش تبقى على خاطرك حتى غتالي والدك امك في خرقه بيضاء ولا؟ راه نقولها لك من هنا كلمه ما كتعاودش، سير تاء وقاف وواو ودال، اجمعهم ديها في ودنيك من هنا. الو، والجزائري اللي كيجي من الاجانب باش يسب الجزائري على اساس انه كيوقف مع مغربي، نحن براء منه، نحن براء منه. انا ما كنرضاش يتسب حتى واحد. وحنا علاش دايرين هذا اللايف هذا كامل؟ اليس ضد السب؟ اليس ضد الشتم؟ حنا مغاربه، معانا مغاربه ولاد بلادنا ونايضين، حنا دابا نتبرع منهم. علاش؟ لانهم يتبنون السب والشتم، لعنه الله عليهم الى يوم الدين. باش تجي انت اذا اعتذر، ما اعتذرتش اسي، والتليفون الى قد فمك سرطو. وكنوجه لك هذا النداء من هذا المنبر ديال عزيز، ويلي شطحناها في عرسكم. تجيتي كتمسكن البارح جامع شويه المغاربه هنايا دايرين لك خاطرك. بالحق حنا المغاربه تربينا على حب البراني، يعني كما كيجينا شي واحد كنكبروا به وكنحبوه وكنعطيوه زعما اولويه، والقضيه اللي كاينه في المغرب ما كاينه في حتى بلاد اخرى. الكاس اللي يشرب فيه الضيف ما يشرب فيه حتى واحد، والطبسيل اللي ياكل فيه الضيف ما ياكل فيه غير الضيف، والناموسيه اللي ينعس فيها الضيف غير ديال الضيف، والكاشه ديال الضيف غير ديال الضيف. ها هادشي راه ما عندكمش نتوما الشريف، وكنكبروا بكم. قال لي دخلوا من القطره يطمع لك في المراه، تبارك الله والصلاه على النبي، زوينه مستنزقين. وما عرفتش انا ولا داير عليا لايف اسيدي حتى هو، ودير التصويره ديال ياسير واجي وطاطا ما برطاطا اشطحناها في عرسك. اكيد هو على سي الله يتبعك البلا، انت كاع درتي تصويرته هو تحرق الفلسطيني، واخا دير تصويرته راه راجل عليك الحمار. جيتي بالخير، راه حنا اهل الخير ونهزوك فوق راسنا. وليتي باغي تحاكمنا، الدار ضاربونا
والعبيد يحاكمونا مسترزقين هذوك راه ما كاينش الشريف راه المغرب المغربي كيبقى مغربي ولا بغيتوا تحاسبوا المغرب حتى في القضيه الفلسطينيه بداو من المشرق فنحن اخر دوله في العالم العربي واخر دوله في العالم الاسلامي جغرافيا حنا الاخرين ابالي واش درتوا جيو تكبوا علينا راه باعوا بلادهم راه هذوك باعوا بلادهم في 48 هذوك راه باعوا بلادهم بدون صلاح بدون هذاك الكلام المقاله ولا خياسر واضح وصريح هذا الشخص هذا باش يفتح لايف على الاخ ياسر مرفوض رفضا تاما وحط الصوره ديالو بهذا الشكل غير مقبوله لكن ما ننتقوش فيما يريد يتفاخر الراي المغربي بان اذا زعما هو عنده كريديت زعما هو عنده كيفاش غنقولها بالعربيه زعما هو لا لا ماشي الشرعيه وعنده خير علينا حنا لانه كان كيسب الجزائريين من يسب الجزائريين ما معناش شوف شوف شتي حنا الا غادي نتسبوا حنا والجزائريين حنا عارفين اش كنديروا وانما باش تجي انت تسب الجزائريين غير باش تسمى راك تناصر نو نحن عندنا قضيه ان كنت ان تنصر انصر القضيه ما باش تعاير الجزائريين ليست من اخلاقنا شريف كل ما كيجي يدخل بيناتنا باش يعاير الجزائريين كما كان نوعه لا يمثلنا نقولها لكم من الاخر ولا اخاف لهم تلائم راه عارف حتى من المغاربه دابا غيخرجوا يقول لك راه ولا راه سمع شي انا كنقولها وما عنديش فيها المشكل ولم اعتذر للناس بعض المغاربه شكرا لكم لانكم تدخلتوا انا لم اعتذر على الحقائق التاريخيه احنا راه الحسن الثاني الله يرحمه قال لنا اللي باقي غيهضر ليا على هاد الناس هادو غادي نضرب ليه باب دارو بداكشي اللي ما كيتسماش هكا قالها الحسن الثاني الله يرحمه وعرفتوا شنو هو داكشي اللي ما كيتسماش لان هادي نخوه وهادي دوله وهادي مملكه تعامل معايا زوين نتعامل معاك زوين ها وجورج حبش ملي جا لعند الاسرى المغاربه وقال لهم انتم ما تستاهلوش تكونوا على قيد الحياه انا لن اعتذر على هذا هذا كتب في التاريخ عار على جبين جورج حبش عيب عليا انا لا ضربت في الفلسطينيين كاملين وتجي انت تفرض عليا اش نقول انا في اللايفات طز وسمحوا لها الاخوان على هذا كان مشكل فاصل الاجباري تحيات شكرا خويا عزيز بارك الله فيك انا غادي نتهب شكرا لكم بزاف على اوكي شكرا خويا الراي بغيت نحيي الاخت سميره الاخت سميره ما شاء الله عليها وعلى البيان اللي دارتو الرابطه ديالها كنبغي نحييها بصراحه واستمري ربي ينصرك وشكرا لجميع الاخوان وتحيه طيبه السي عزيز بارك الله شكرا السي راي الماري الله يحفظك نعطيو الكلمه السي بابار السي غيطيح نعطيو الكلمه للسي بابار سينو غيوصلني غدا تحياتي وشي ناس اللي ما كتعجبكم اللي ما كتعجبكش السلام عليكم عاود صد الميكرو ملي سالي يسير طلق الميكرو الا كانت كضرك ودنيك ملي كيعجبك شكون شكون هذا اللي قالها شكون هذا اللي قالها هذا واحد اللي ما عرفتش شنو ما بغى ما تسوبريميه ما والو غير يسير تحتكروا النقاش وتحتكروا ولاش داخل رانا كاين هنا ليش داخل راه ما هضرش بعدا عارفني عارفني احتكر النقاش وعارفني كننقص على النقاش وعارفني كنبرزط النقاش شوف لك شي جروب فيه شي خا داروا لي انا داروا لي انا البارح الملاحظات مع هذا المباشر البارح دار الضجه في هذا التيك توك وعلاش هبط لاخر وطلع هاك هو هبط لاخر راسه وطلع انا قلت لكم تنعاود نقولها لكم واتحمل كل مسؤوليه انا ياسر تنعرفوا سبع سنين هذه ما تنعرفوش البارح ولا البارح انا وياسر ما مشارك معاه لا طوبيس ما مشارك معاه لا سبع ولا طايقول ولا شي حاجه مشارك معاه واحد الصداقه كاع ولاو هكا تيمشيو غبر 6 شهور 7 شهور ونتشوفوا الحمد لله ما عمرو خسر معايا ما عمرو خسرت معاه نقدروا ما نتفاهموش نقدروا يطلع لي هذاك تندير لي العتاب على وجهه ودير لي عتاب على وجهي ولا عزيز اخ عزيز ونسيتي راه عندكم واحد الفيرمه مشاركينها في إيه مشاركينها في الدخله ديال مراكش حجيت فوره لا غير تنتعزب شي وحدين الناس يقولوا هذاك ها هو ياسر واش عمري عيط عليك كي اجي طلع لي شي مباشر ولا اجي عندي القران الكريم وقسمت بالله العلي العظيم البارح بغيت ندير المباشر والله ما فراسو كاين شي مباشر داز وطلع لا ميم شوز دابا راه كان في المباشر كاع ديالو سعيده برنوس لا ميم شوز سعيده برنوس نعرفو انا هذه عامين ولا 3 سنين كنت يكون عندي في المباشرات ديالي كافمتي كنتي كضيف انا كانوا عندي لي زانفيتي هكا ياسر ها هو في تيمو الناس اللي تعرفوني ها سميره ابو الانوار تنعرفها من الفيسبوك هذه سنوات
الناس اللي تيحضروا عندي هذا انا واحد انسان بسيط جدا، ولكن الحمد لله ما تنسبوا ما تنخسروا الهضره، مغربي حر الحمد لله، افتخر بوطني كذا و30 عام هنا، ولكن العالم التاريخ تنقول لهم منين ولد كونفو تقول ليه مروكو، ما تقول ليه سويسرلاند ولا فين جاي، هذاك مغربي وافتخر بالمغربي ديالي تو سامبلومون، ما يجيش يفهم عليا شي واحد ولا شي واحد اللي تيبغينا تيبغينا تيكرهنا، ما تنحشوا الكابال شي واحد لما تنتصنعوا ما والو، داكشي اللي فهمنا في قلبنا ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله، مغاربه واحرار تولدنا احرار وباقي الاحرار الحمد لله تو سامبلومون. خويا بابا تفضل يا اخي ومرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان جميعا، سواء معايا في الجيست ماشي واش ان شاء الله ما تبداش مني قلت الصوب، راك طلعتي ديجا معايا ماشي مره ماشي جوج على ما تنظن توصلوا طلعتي مره سي سيغ سيغتان، ما تبداش بحساسيه ولا شي حاجه، المحامين عندك كثار اخويا ما عندي ما ندير، انا طلعتك مرحبا بك. لا لا غير تيبان لك غير تيبان لك، ما الحمد لله انا لا 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 اصف نفسي في هذيك هذاك النطاق ديال التأليه والتصنيم الذي يتبعه يعني جرو جيشه وراه، ولكن فعلا انا اتحرج انني نتكلم قبل الاستاذ عبير السبيل لانه هو استاذي واستفيد منه الكثير، وربما قد تبعت مداخلتي امامه هو الاول بعدا وديك الساعه. لا خاطر تكلمت كلمة اخويا بابار، لا انا لك الكلمه الاولى انت، انا حلفت والله ما نتقدم قدامك، تفضل انت الاول. استاذ عبير السبيل مرحبا بك اخويا. مرحبا وسهلا اخي عزيز. وما جاي التقوى السكر ما مدخل يزيد قدام لك الاول. مهم حياكم الله اخي عزيز، اشكرك على الاستضافه اخي ياسر، اخوه الاخوات المتواجدين، ربما اخي محمد، الاخت سميره، الاخ ودنوني، الاخ صلاح، الاخ بابار، واخوه الاخوات المتبعين الافاضل، حياكم الله جميعا، مرحبا وسهلا، ودمتم دائما سالمين متحدين في كلمة واحدة وفي جماعة واحدة مدافعين عن الوطن ومدافعين شعارنا الخير الله الوطن الملك. إخواني يعني صراحة سمعت للتول كثير مداخلات الإخوان، المداخلات ما شاء الله مداخلات جميلة ومداخلات راقية، وبالتالي هي دائما تصب في نفسي في نفسي الواد وفي نفسي النهر، وبالتالي فأريد أن أقول لإخوان الأخوات يعني أحييكم عاليا وأريد أشد بأيديكم، ولكن وجب علينا أن نصلح ما يمكن إصلاحه، لأنه كما ذكرت أحد الشعارات القديمة التي كانت في اليسار، إصلاح ما يمكن إصلاحه لمواجهة من أجل الإعداد لمواجهة شاملة، والمواجهة الشاملة والقادمة ستكون ربما أشد وتكون أقوى، ربما هذه البوادر ديالها وهذه الطليعة ديالها، أنه الضرب في كما نقول دائما الضرب فيما يسمى بالخطاب، وأنا سنرى أشياء أخرى ستأتي بحروب أخرى وبأنواع أخرى، وربما هنا لكي حتى لا نسقط في نفس الفخ الذي سقط الذي نسقط فيه، ربما نحن ما دمنا نحن نتحرك وما دمنا نتكلم فنحن نغلط، والغلط ليس بالعيب، والنصيحة ليست إثبات لضعف الآخر أو نقصنا من الآخر، بقدر ما أنها عندما ينصحك الأخ وينصحك الأخوك المغربي ويخاف على سمعتك ويخاف على أن لا تسقط مرة أخرى في فخ ما، فهذا جدير بأنه يحبك وهو يريدك أن تكون في أبهى الصور وأن تكون في قمم القمم. لذلك على الإخوان الذين يعني وأنا قد أكون أنا منهم نسقط في السهو ونسقط في ربما في حوار أو خطابات معينة نسقط في السهو أو نسقط في الغلط، هذا ليس بالعيب، لأن الإنسان الذي يجتهد فهو يغلط، والإنسان الذي لا يجتهد فهو ربما لن يكون له الغلط. إذن هنا لن نجد بعضنا البعض، ولكن بقدر ما أننا نقول أنه علينا أن نستحضر ملكة العقل أكثر، وعلينا أن نغلب العقل على أنفسنا وعلى ذواتنا، لأن النزوات بعض المرات هي التي تسقط الإنسان في كثير من الأغلاط، النزوات ونصحد النزوات، لأنه عليك أن تفرق بين أشياء، إن كنت تدافع عن الوطن وإن كنت تجسد مفهوم المواطنة وإن كنت تجسد مجموعة من الأشياء، عليك أن تكون مسؤولا في تصرفاتك وفي أخلاقك وفي أقوالك وفي تحركاتك تكون محسوبة، وإن كنت تمتطي جواد الوطنية وأنت لا تريد أن تحط هذه المسألة بين أعينك، لأنه عندما تقول أنني أدخل بجلباب الوطنية وأدافع عن الوطن وأستحضر المصلحة الوطنية، هنا عليك أن تكون أكثر حذرا في كل تحركاتك وفي كل أقوالك وكل أفعالك وسلوكاتك سواء مع نفسك ومع الآخرين، وخصوصا مسألة الخطاب وحضور الكثير من المنصات التي ربما التي قد تكون مش
مشكوك فيها أو يكون فيها يعني محاولة يعني إيقاع أو إرسال هدف معين أو إيصال رسالة معينة قد تكون لضرب الرموز أو ضرب شيء من الأشياء التي تميز الإنسان المغربي وتميز الهوية المغربية وتميز الشخصية المغربية. إذن عندما الإنسان يكون أنه يقول أنه يدافع عن الوطن فهذه مسؤولية جسيمة، لأنك عندما تكون في ساحة الوقع وتكون أمام الخنادق الأمامية في مواجهة العدو عليك أن تكون صافيا ناقيا متخلصا من جلباب النزوات والمصلحة الذاتية والمصلحة الشخصية، وتغلب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، وهنا ستكون قد تكون أقل أخطاء. ولكن إذا اختلط عليك الحابل بالنابل، المشاهدة، المتتبعين، أشياء أخرى مرتبطة بالمادة، فهنا ستعرف أنك ستسقط دائما في نفس الأغلاط وستعيد دائما نفس الكرات، لأنه ما لم يستخدمه العقل قد تقتله النفس وقد تقتله النزوات. إذن الخطاب واضح والرسالة واضحة، وأتمنى أن لا يأخذ الإخوان أنها جلد بقدر ما أنها نصيحة من أخ يحترم كل الإخوات والأخوات المناضلين والمناضلات وكل المتسبعين والمتسبعات الأفاضل. حياكم الله جميعا. مرحبا بكم أخي عبد العزيز. شكرا، بارك الله فيك. سي مواطن، شرف كبير لي سي مواطن. سي عبد العزيز كيراك داير؟ السلام عليكم الإخوة. سي مواطن اليوم، أنا سي مواطن. الله ينصرك سي عبد العزيز. أنا دابا نقول لهم عافاك لهاد الناس المتتبعين وياك واش مصاحبين واش أنا وياك تنتعرفوش. أنا عارف الاثنين، أنا كنعرفك أنتيا وسي كولايور وسميرة. أنا نعرف كولايور وأنتيا وسميرة، هادي 10 سنين في الفيسبوك في الصفحة نتاع الفيسبوك. وكنت كنطلع معك سي عبد العزيز واصدقاء دائما ياسير كذلك والمثال. واه، وانت قلت حاجه مليحه، سمعتك قلت سي، قلت واخا ما نشوفوش خمس شهور ست شهور نتلاقاو صداقه دائما الحمد لله. والله اخويا مواطن وقسمت بالله ها هو قدامي ولو يكون شي بتي تفاهم تمشي وشهرين باش على مثلا هكا ماشي تفاهم يمشي تنشوف ها هو رجع نفس الابتسامه نفس القضيه جامي وقع لي مع شي حاجه وشي حاجه وكاين شي عتب نعاتبه هو ولا يعاتبني انا وبيفيني تيرميني الحمد لله ما كاينش شي حاجه ولا شي حاجه. انا والله ما نكتب عليك، هو كولايورا في الاستماع يعرفني هبير ويعرفني خطرات غير نضحك ونلعب مع على باليش كاع بشده، بصح كيكون واحد الاحترام بيناتنا دائما نحترمو ويحترمني. كذلك هو مثال دائما على اتصال، ثلاث ايام اربع ايام يصيفط لي ميساج كيراك داير في الرابير يصيفط له ميساج سياسي كيراك داير. عندنا الاخوان سي سمير صاحبي عوداني القبيلي كذلك هو مثال، نقد ما نمشيش عنده سيمانه جوج نكون مشغول في الصفحه ديالي ولا يكون عندي شغلي ولا ما يكونش عندي الجو باش نطلع نخلق واحد السعاده تما. اولا انت كذلك سي عزيز راك تعرف جامي، ولكن من كيتلاقاو الاحباء كيكون الاحترام بيناتنا، فاهمني كيف؟ لله كيكون الاحترام. انا سي وسي عابر السبيل نحترموا لله في سبيل الله، وشحال من خطره ما نعرفوا لا عمرو ما شفت وجهه بصح هكذا كيكون اخي مواطن. أقسم بالله دائما كنكبر به سي بابر، كنشوفو عند سي ياسر سي طلالح شي راه ميك علينا واحد ربع شهور ولا خمس شهور، ولكن راه رجع ما في كنت مشيت سي صالح ما كنتش نشوفك وكنت مسافر يا ودي يا مواطن يلاه رجع. كان كيقلب على شي معلومات عاد فرقع الرمانه اليوم راه كان كيفرق على والله العلي العظيم الاخ